تبدأ بدايتنا في جولة في الملاعب العربية وبطولة خليج 23، حيث أشاد باسم قاسم مدرب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بلاعبي فريقه بعد الفوز بهدفين مقابل هدف على منتخب قطر في الجولة الثانية من المجموعة الثانية لبطولة خليج 23 ليقترب من التأهل إلى الدور قبل النهائي. وقال قاسم في المؤتمر الصحفي أنه يعتقد أن فريقه قطع 50% من مشوار التأهل إلى الدور قبل النهائي، وأمامه نصف المشوار الآخر في مباراة اليمن. وأضاف قاسم: خضنا مباراة قوية رغم غياب عدد كبير من المحترفين. أكد كرونوسلاف يوريسيتش مدرب المنتخب السعودي في بطولة خليج 23 تميز المنتخب العماني خلال منافسات البطولة، مشيرا إلى ثقته الكبيرة بقدرات لاعبي الأخضر. وقال خلال المؤتمر الصحفي والذي عقد الأربعاء: نحترم منتخب عمان، فريقهم مميز ولديهم لاعبون منسجمون بشكل كبير، كما أنني أثق بقدرات لاعبي المنتخب، لذلك أعتقد أن المباراة ستكون قوية بين الطرفين. وجدد المدير الفني طموح المنتخب الوطني في المشاركة الخليجية، مؤكدا أنه يملك لاعبو المنتخب طموحا ولديهم هدف هو تحقيق اللقب.